انا نينو، دي قناتي. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس يصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. النهارده هنعمل حجازيه الاسكندراني بطريقه سهله جدا وحلوه قوي، ولون تحفه بجد وطعم حكايه، وبطريقه مبسطه جدا، وكمان هنقفل الوش بكل سهوله. وهيطلع معاكي برضو مظبوط وحلو وطعمها لذيذ جدا. الوصفه بتاعت النهارده هتعجبكم قوي. بس لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش في كومنت حلو زيكم ولايك حلو زيكم، واللي ما اشتركش اشترك عشان يوصل له كل جديد من فيديوهاتي. وبفكركم بس ان القناه بتاعتنا منوعه شامله كل حاجه واي حاجه. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الحجازيه الاسكندراني التحفه الجميله دي عملناها مع بعض ازاي. تعالوا نعمل الحجازيه بطريقه سهله مبسطه. الحجازيه الاسكندراني هنعملها النهارده باسهل طريقه ممكن تعمليها بيها وناجحه من اول مره هتجربيها. زي ما انتم شايفين كده، عندي كوبايتين من الدقيق الابيض العادي، كوبايتين من السميد، ممكن تخليهم كوبايتين ونص من السميد وكوبايه ونص من الدقيق، بس انا بخلي هنا عندي السميد كوبايتين والدقيق كوبايتين. ده الناس بتحب الحاجه مرمله، الحجازيه مرمله، يزودوا السميد يخلوه هو الكوبايتين ونص والدقيق كوبايه ونص. انا هنا عندي كوبايتين وكوبايتين، عندي هنا كوبايه من الميه الدافيه، عندي نص كوبايه من السكر، كوبايه من السمنه على الزيت، ممكن تخليها سمنه بس او زيت بس زي ما انت حابه، عندي هنا معلقه كبيره من الخميره ورشه من الملح. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هجيب بوله عندي هحط فيها نص كوبايه من السكر، سكر عادي مش سكر مطحون. عندي هنا كمان عندي معلقه الخميره هحطها كلها، معلقه كبيره من الخميره، مش هحط رشة الملح مش عايزاها هنا دلوقت، هحط السكر والخميرة، وهحط نص كوباية من المية الدافية، نص كوباية بس مش هنزل بالكوباية كاملة، هنزل بنص الكوباية بس. هقلب كل المكونات دي مع بعض كده، السكر مع الخميرة مع المية، واسيبهم يخمروا شوية على جنب كده عشان اضمن ان الخميرة اللي عندي تكون شغالة ما تكونش بايظة وتبوظي المقادير كلها. هركن بقى الخميره دي واحطها على جنب واسيبها شويه ان هي تعلى بس معايا سنه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هجيب بقى بوله عندي هحط فيها كوبايتين السميد، السميد يبقى متوسط عادي، هجيب هنا عليهم كوبايتين الدقيق، وهضيف عليهم كمان رشه الملح، رشه بسيطه من الملح عشان تعادل معاكي الطعم بالشكل ده. هبدا ان انا اقلبهم مع بعض كويس قوي، ان انا ادخلهم في بعض كده بالشكل ده اهو كده، سميد مع الدقيق اهو بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه اللي هو السمنه والزيت اللي احنا حضرناهم مع بعض، سمنه بس زيت بس زي ما حضرتك حابه اهو بالشكل ده كده اهو. وابدا ان انا اعجنهم وابسس السمنه والزيت، ابسسهم في الخليط بتاعي. انا عايزه ابسس الدقيق، عايزاني اتبسس معايا زي اكني بعمل اللي هو الكحك، اغلف كل ذره من الدقيق والسميد بالماده اللي هي الدهنيه بتاعتي بالشكل ده كده. الحاجات دي بتفرق قوي في الحجازيه التكات دي. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما بسست اللي هو المواد اللي عندي كلها وخليت الدقيق بالشكل ده كده، بصوا كل اللي عندي اتغلف بالمادة الدهنية بتاعتي. هنزل بقى بالخليط اللي احنا حضرناه اللي هو السكر والخميرة، هنزل بيه هنا دلوقتي، مش هزود له بقى اي حاجة تاني، هنزل بكل ده كده وابدأ ان انا عجنها واشوف هتحتاج معايا مية تاني ولا لا. انواع الدقيق بتختلف، في دقيق بياخد مية كتير وفي دقيق ما بياخدش مية كتير، عشان كده هعجن الاول واشوف. هبدأ ان انا اعجنها زي اكني بعجن كحك، بعجن قرص، بعجن اي حاجة. زي ما انتم شايفين ده شكل العجينه بعد ما لمت. على فكره انا زودت الميه، اخدت معايا كمان حوالي معلقتين ميه كمان عشان كانت مش ماسكه كده، انا عايزاها ماسكه بالشكل ده كده تمام. يعني انتي برده تلمي فيها لحد ما تبقى معاكي بالشكل ده، اخدت معاكي نص كوبايه ماشي، اخدت اكتر عادي، هو ده الشكل اللي انا عايزاه. هسيبها بقى دلوقتي تخمر معايا حوالي ساعتين، وتعالوا نحضر الحشوه بتاعتها عقبال ما تخمر ونشوف هنعمل ايه. بعد ما سيبنا بقى الحجازية تخمر معانا، هنعمل بقى الحشوة بتاعتها ونجهزها. الحشوة عبارة عن ايه؟ عندي هنا ده سوداني متكسر، ده اختياري، ممكن تحطيه ممكن لا زي ما انت حابة، او اي نوع مكسرات حبيه. مش عايزة تحطي السوداني ده مفيش مشكلة. عندي هنا دول 3 معالق من القرفة كبار،
عايزه تقللي الكميه براحتك، عايزه تزودي برضو براحتك. انا بحب احط 3 معالق يعني في الوسط كده. عندي هنا 1/4 كوباية من السميد اللي احنا برضو كنا مستخدمينه في العجينه، السميد الناعم ده او اللي هو الوسط. عندي هنا 1/4 كوباية من السكر العادي، 1/4 كوباية من السكر عشان احنا حاطين كمان 0.5 كوباية في العجينه، فاحط في الحشوه 1/4 كوباية سكر، 1/4 كوباية سميد، 3 معالق من القرفه، وعندي هنا 2 معلقة من الميه. هنشوف هناخدهم كلهم ولا لا. هجيب بولة كده واحط فيها اللي هو السميد 1/4 كوباية، وهضيف عليهم 3 معالق القرفة اهو، وهضيف كمان عليهم اللي هو السكر اللي هو 1/4 كوباية من السكر، وهقلب كل ده كده مع بعض بالشكل ده كده، وهضيف عليهم كمان اللي هو السوداني المتكسر ده، ده اختياري زي ما اتفقنا، وهقلب كل المكونات دي كده كلها مع بعض بالشكل ده كده كده. بعد ما دخلت كل المكونات مع بعض كده ببدأ ان انا اعجنهم. انا عايزاهم منديين كده، حاجة بسيطة كده اللي هم منديين معايا زي الرملة بتاعة البحر كده مندية. بس هنزل بقى بالمية تدريجي كده يعني 2 معلقة كده، واقلب واشوف لو عوزت تاني. دي مية من الحنفية عادية اهو كده بالشكل ده كده. كده هي لسه محتاجة معايا برضو حاجة بسيطة جدا من المية، مش عايزاها سايلة، عايزاها مندية مش سايلة. تنزلي بالمية تدريجي زي ما انتوا شايفين كده، ده الشكل اللي انا محتاجاه والقوام اللي انا محتاجاه. 1/4 كوباية من الميه بالظبط اخدته معايا، ممكن تاخد معاكي اقل تاخد معاكي اكتر على حسب طبعا المكونات اللي عندك والسميد اللي عندك بيشرب الميه ولا ايه. بصوا ده اللي انا محتاجاه اللي هي تبقى متماسكه كده اهي اهي كده. الحشوه بتاعت الحجازيه بقت جاهزه عندي، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين ده شكل العجينه بعد ما سبتها خمرت، قسمتها على جزئين بالشكل ده كده اهو. ده شكلها اهي. هبدأ بقى ناخد الجزء الاولاني احطه في الصينية عندي وافرده كده. بصوا ناشفة معاكي وانتي بتفرديها، ما بتبقاش اللي هي ملسة قوي. كل ما سبتيها تخمر براحتها كل ما تريحك كمان في الفرد. زي ما انتوا شايفين كده فردت الطبقة الاولانية، عملت لها سور كده صغير علشان لما نحط الحشوة ما تقعش من بره، وفي نفس الوقت ما تتحرقش لما تخش النار. وادي الحشوة اللي جهزناها مع بعض، هنزلها كلها بالشكل ده كده اهو. هبدأ بقى ان انا افرد الحشوة بالشكل ده جواها كده. زي ما انتوا شايفين كده حطيت بقى الحشوه بالشكل ده، اتفردت معايا بكل سهوله. نيجي بقى نبص للعجينه التاني عملت فيه ايه. جبت هنا صينيه بالشكل ده كده، صينيه مقاسها اصغر من الصينيه اللي انا هشتغل فيها، وجيت اخدت النص وحطيت كيس الثلاجه وفردته عليها. هاخد بقى الصينيه دي كده وابدا ان انا اروح جايه قلبها على الوش بتاع الحجازيه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين اتقلبت معايا، بس طبعا كان في هنا اتقلبت معايا كل ده، كان في حتت هنا فارغه اللي هي فاضيه كده، بقيت اخد من العجينه الزياده وبقيت اقصها كده من الجوانب، والحتت اللي هي الجناب اللي كنت سايباها من تحت بقيت انزل بيها كده اقفل بيها فغطت معايا. فدي اسهل طريقه ان انت تعمليها عشان الحجازيه معاكي تتقفل اهو. بصي وتيجي بقى على الجوانب تنزليهم على بعض كده تقفلي بيها بالشكل ده كده، عشان كمان لو في اماكن فاضيه وفي نفس الوقت تلحميهم في بعض عشان الحشوه ما تطلعش. زي ما انتوا شايفين كده بعد بقى ما جيت قفلتها كده لازم اقطعها قبل ما ادخلها الفرن، عشان لو قطعتيها بعد كده هتطلع معاكي مش متكسره وهتتبهدل منك. فتقطعيها بعد ما تقفليها كويس كده، تبداي ان انت تقطعيها بالشكل ده كده زي ما انت شايفة كده اهو. هقطع سمبوكسات اللي هي التقطيع المشهورة في اسكندرية اللي هي السمبوكسة دي اهو. قطعتها الاول عادي بالطول، بعد كده هقطعها كده بالعرض سمبوكسات كده. بكون مجهزة الفرن على درجة حرارة 180، بدخلها على الرف الوسطاني.
زي ما انتوا شايفين بقى كده قطعتها بالشكل ده، اهي سمبوكسات الطريقه اللي هي معروفه بيها في اسكندريه اهي. بصوا شكلها حلو ازاي. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، هسوي من تحت الاول وبعد كده ادي الشوايه واوريكم شكلها لما تطلع، واوريكم قد ايه هتبقى حلوه ولذيذه. زي ما انتوا شايفين كده ده شكل بقى الحجازية بعد ما طلعتها من الفرن. بصوا حاجة تحفة ازاي بقى، بصوا عاملة ازاي، واللون تحفة واحلى من بتاعت بره، حاجة كده يعني ما شاء الله، لازم تجربوها وسيبوا لي رأيكم في الكومنتات، حاجة تحفة بجد. ده كان فيديو النهاردة، يا رب اكون خفيفة على قلوبكم ويكون الفيديو عجبكم.